تحية وسلام لكل مشاهدينا، تحية وسلام لكل أوفياء برنامج رأي القانون، لكل الذين يتواصلون معنا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. نحن أذان ساغية بإذن الله، لا تترددوا في الاتصال بالبرنامج. معنا أول اتصال. ألو، الو، مساء النور استاذ. أهلا مرحبا بك. وشراك استاذ؟ تمام الحمد لله. شكون؟ الحمد لله، سؤال عليك استاذ، الله يهنيك. الله يسلمك. الحمد لله اللي تفكرت. وانا شكون معنا؟ عبد النور مدير ابراهيم. تفضل. اي زيد فضلك. بون استاذ، دقيقه استاسوني. اوب فوالا. نعم. الوغ استاذ، انا كان عندي مشكل، صافي هذا المشكل عائلي. نعم. درك هذا المشكل العائلي انا يا بون، هنا كيما الباب الله يرحمه ويتوب، باش ندخل ديريكتومون. الوغ عندنا الدار ريبناها. نعم. كي ريبناها البنات عطينا لهم حقهم تماتيك. كيفاش عطيتو لهم حقهم؟ دار بابا صافي دار، حنا الدراري، حنا خمسه دراري، عطينا لهم الدار حقهم. حقهم عطينا لهم كاع 220 متر كاري، عطيناها للبنات. نعم. حبينا حنا نقسموا باسكو قعدنا من جهه واحده اخرى. نعم. في هذيك 220 متر كاري عندي حانوت. انا عندي حانوت، انا خويا الكبير هكذا دار على العجوز، ومن بعد كيما بابا دار على العجوز، ومن بعد على يما دار على يما، يما دارت له هيبه للبنات. نعم. يما مازال حيه، انا اللي راني نستقل بها انا كلش. نعم. عندها 90 سنه في عمرها. نعم. هكذا يعطيك الصحه. نهار كي ريبو ريبنا انا باش ندي 25 متر كاري ديالي، هما متفقين عليها خويا الكبير، قال لهم هذا حقه، نهار كي تريب ان شاء الله حقه. او داكور داكور، حبوا يدوروا عليا. نهار كي ريبنا خمسه هداهم ربي، عطاو لي خمسه، عطاو لي. انتم قاسمين بالوثائق ولا بالهضره؟ بالوثائق. قاسمين بالوثائق. درك انا عندي العقد استاذ، خمسه عطاو لي خمسه، كاين سبعه بنات. نعم. خمسه عطاو لي، زوج ما عطاوليش، زوج ما حبوش يعطوا لي. ما عطوكش ما تديش؟ ما نديش، ما نديش كامل. تدي واش عطاوك؟ اللي ما عطاوكش ما تديش؟ انا جي بخي 25 متر كاري، عندي 25 متر كاري. عندك بالخمسه اللي عطاوك؟ اللي عطاو لي خمس بنات، عطاو لي زوج ما حبوش، الله يسهل عليهم. خلاص، وين المشكل الان؟ يعطيك الصحة. دوك المشكل صافي دير كو جي با لو دروا باش ندي، حب يقول حتى تدفينا كاع الدار. نعم. تدفينا كاع الدار. هذا الاتفاق تاعكم، انتم تفهمتوا هكذا. هما لا ما تفهمناش، ومن بعد داروا عليا الزوج هذوك، داروني للشرع. نعم. علاش داروني للشرع؟ في جال حب يقول ما عنديش حق ندي، ما قري عطاو لي خمسه، مي جي با لو دروا باش ندي. انت انا سالتك، انت عندك الوثائق ولا ما عندكش؟ عندي يا استاذ. خلاص، عندك. عندي العقد على اسمي. عندك الوثائق، خلاص ادفعها في المحكمه، ادفع الوثائق تاعك في المحكمه، وتدي أه؟ وتدي للقسمه على حساب العقد. انا ديت، انا صافي من بكري عندي حانوتي 25 متر كاري. نعم. انا ديتها 25 متر وبالعقد. بالعقد هذا. القضية خلاص، القضية راهي في المحكمة ولا خرجت من المحكمة؟ في المحكمة، خلاص دخلت المحكمة. ولو 29 لو 28 عيطت للأستاذة، قالت لي باش يحكموا، كيفاش باش يحكموا، حب يقول مداولة. نعم، يخرج الحكم طبعا، هذا نزاع. نزاع. وحدة تنازلت، ومن بعد وحدة تنازلت، صافي حب يقول. ما يهمش، كاين نزاع، كاين نزاع. أنت واش حبيت تعرف دوكا؟ دوك حبيت نعرف اسكو نقول عندي حق في هذا الشيء ولا ما عنديش حق. عندي العقد، ولكن ما نقدرش نجاوبك في ملف ما نعرفش، ما نعرف فيه ولا شيء، ولكن الشيء اللي نعرفه دوك نجاوبك فيه. تبع معايا، نجاوبك بصفه عامه. طبعا الامر يتعلق. كاين هبه، باش تعرف استاذ، ما طولوش. كاين هبه، يما دارت لهم الهبه، سبع بنات دارت لهم الهبه. شوف الاخ، تبع معايا دوك نجاوبك. مادام النزاع في المحكمه بين الاخ والاخوات نتاعو، خمسة مضاولك، اثنين ما مضاولكش، ولا ثلاثة ولا اثنين، ما يهمش. كاين نزاع في المحكمة، إذا كانت كل واحد عنده عقود وحده، بعد ما توفى الأب تاعكم ودرتوا القسمة، والأم تاعك عاودت عطات الهبة المنابت عطاتوا الأخوات نتاعك، هذه كلها أمور داخلية. الآن مادام كاين نزاع، يفصل في النزاع هذا طبعا الخبير، ما يقدرش القاضي يفصل في القسمة من تلقاء نفسه، ولا يقسم للناس، ولا يقترح مشروع قسمة، ما يقدرش. حتما هذا النوع من القضايا يمر عبر الخبراء العقاريين، اللي ينتقلوا الى الاماكن ويقارنوا الاماكن بالوثائق، ويخرجوا لكل وريث منابه من كل الميراث المتروك من طرف الاب تاعكم. هذا النوع من النزاعات تاخذ شويه وقت، ولكنها ايضا تعصف بالعلاقات بين الاخوه والاخوات. ما تخليش علاقات، يعني النزاع في اعمى ولا في عامين، 3 سنوات
يتحل المشكل في المحكمة، وكل واحد يدي سواء رضى بالقسمة أو لم يرضى، يدي وش وجد في الحكم القضائي. ولكن العلاقات تنتهي بين الإخوة والأخوات، ماهوش في الحقيقة ماهوش درس نقدموه للناس، لأنهم يعرفوا أكثر هذه الأمور. ولكن نظن بأن مادام فيه حرية وفيه علاقات أسرية لابد من الحفاظ عليها، نقدروا عن طريق الحلول الودية نجدوا. إذا كان نزاع على نص متر ولا متر ولا اثنين ولا، يقدر طرف من الأطراف يتنازل ويربح الوقت، ويربح ربما الأخ تاعو ولا تربح الأخت تاعو، والمشكل ما يكبرش كما بهذا الشكل اللي راه موجود الآن في المحاكم. هذا الأمر يعني في كل مرة نتحدث عليه، ولو أن أغلب مشاكل الجزائريين تتعلق بالميراث، لأنها تراسبات تاع كثير من الأجيال ومن السنوات. إذا ما تحلش المشكل في بداية الأمر يكبر ويكبروا معه مشاكله، وفي أخير ما تقدرش حتى تسيطر عليه. معنا سؤال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. هذا معك مواطن ولاية مستغان. الله يبارك، تفضل. عندي واحد المشكلة أستاذ تاع أرض سلاحية. نعم. هي وأنا بندير أوبوزيسيون. ما فهمتش كيفاش دير حبيت دير عليها معارضة؟ بندير معارضة. واه. علاش دير معارضة؟ أنت عندك أرض وراح دير عليها معارضة، ما فهمتش الأرض هذه تاعك ولا تاعك؟ لا، قسيمة هذه داروها ماشي مزيان. كيفاش؟ هذه قسيمة تاع ورثة ما داروهاش مزيان، هي بندير أوبوزيسيون. ورثة، أنت شكون من الورثة هذو؟ أرض فلاحية هذه. وأنت شكون من هذا الناس هذو؟ ألو؟ أنت المكان تاعك في وسط هذا الناس، واش تكون أنت هذا الأرض تاع الأب تاعك، تاع جدك، تاع الأخ تاعك، تاع شكون؟ لا، تاع الأب تاعي هذه. تاع الأب تاعك، وكيفاش قسمتوا الأرض هذه؟ هذه قسيمة أنا بدير أوبوزيسيون مع واحد عمي، بندير لا أوبوزيسيون، ما قسموش نيجا. ما عندكش نزاع؟ اه. ما فهمتش، اللي ما عندوش نزاع كيفاش يدير معارضه؟ باش دير معارضه لازم كاين نزاع، كاين حاجه ما عجبتكش. واه قسيمه مجينيش ما عجبتكش القسيمه، وكيفاش قسمتوها؟ عن طريق المحكمه ولا وحدكم؟ قسموها هكا، هذه ارض فلاحيه تاع الجدود، هذه قسموها هكا بلا فريده بلا قسم. اذا مجرد كلام، هذه هضره برك، روح للمحكمه انت. اه. طبعا انت لازمك فريضه تاع الاب تاعك، ولازمك عقود ولازم عقود الملكيه. اه. ومن بعد لازم تروح للمحكمه. محكمه؟ طبعا. شكون اللي يقدر وكي دير معارضه وتبقى الارض فيها معارضه، واش يوقع من بعد؟ تبقى معارضه وخلاص. او قسيما في مكان زعما بغيت ندير اوبوزيسيون عند لافوكا محامي. حبوا يقسموا بيناتهم، خليهم يقسموا بيناتهم. مجرد كلام، وانت عندك الحق تروح للمحكمه، كل انسان يدي النصيب تاعه بالوثائق عن طريق حكم قضائي، ومن بعد بالحكم القضائي كل واحد يخرج العقود تاع القطعه الارضيه تاعه، وكل واحد يخدم وحده. اه واه. يعني ماهيش تاع دير معارضه، كي ندير معارضه ومن بعد واش يوقع؟ اه قسيما في مكان زعما ما ابدا. دوك نزيد نفهمك احسن، نمشي معك احسن. المعارضة لما تديرها، لما تدير تكون قسمة رسمية، قسمة بالوثائق، نروح ندير معارضة في قسمة رسمية، ولكن هذه قسمة شفوية، أنت تقول باللي يتفاهموا قسموا وحدهم، والجزء اللي عطاوك أنت ربما ما عجبكش. لما ما يعجبكش تدير معارضة، لازم تكون المعارضة كتابية، لما تكون القسمة كتابية، ولكن ما دام القسمة شفهية هذا مجرد كلام، وخليهم يقسموا كما يحبوا، وأنت أمامك المحكمة ترفع دعوة فيها، جيب عقود الملكية تاع الأرض هذه، وجيب الفريضة تاع الأب تاعك، وتقدم الشكوى تاعك عادي جدا، وتشرح بأنك ابن المرحوم المتوفي اللي خلى هذا الأرض، وبأنك عندك عقود، وبأن الفريضة موجودة، ويخرج خبير يدير قسمة تقنية تاع إنسان مختص، ماشي تاع ناس كل واحد يخير وين يدي البلاصة اللي تساعده اللي تخرج عليه، واللي والبنات يعطيهم في اخر الشارع ولا في منطقه مخبيه ما تبانش، هذه العاده. وفيما بعد الخبير يقسم لكم هذه الارض، ولما يقسم هذه الارض تعودوا ترجعوا للمحكمه وتحصلوا على حكم قضائي، ولما تحصلوا على حكم قضائي، الحكم القضائي هذا هو سند الملكيه، لان بهذا الحكم القضائي تروح تخرج الوثائق تاعك، تخرج عقدك، تخرج ما يثبت بانك انت اصبحت المالك الجديد، وكل انسان يدي عقده وحده من القطعه الارضيه الاجماليه. هذا باختصار وبصفه عامه
بخصوص هذا النزاع المتعلق بهذه القطعة الأرضية. يعني كثير من المشاكل ولا التساؤلات لاحظوا بأنها تخص الأراضي وتخص العقارات وتخص الميراث بين العائلات وبين أهلي. ما ناش عارفين هل لازم الشخص قبل ما يتوفى يقسم بوثائق رسمية لكل واحد، ولما يموت يبقوا في علاقة ودية بيناتهم لأنه صاحب الملك هو اللي يقسم، أو أنه لازم يموت ويخلي النزاع بين الإخوة والأخوات وندخلوا في المشاكل اللي نعرفوها جميعا. ما نش عارفين هل لازم تتدخل الدولة بمجرد أنه هذا مقترح قدمناه، أنه لازم تتدخل الدولة بمجرد مرور مثلا سنة أنها تحول الملف تاع هذا المتوفي إلى موثق، تعيله موثق. الموثق هذا هو اللي يقوم بالقسمة، هو اللي يقوم بتسوية كل الوثائق مع منحه سلطات معينة في اتصالاته بالإدارة وكل شيء، ويصفي هذا التركة هذا الموثق، وتأخذ الدولة رسومها وحقوقها، ويأخذ الورثة كل إنسان يدي الحقوق تاعه. من غير المعقول أنه بعد الوفاة تبقى الأراضي ويبقى الميراث والعتاد مهمل هكذا ولا واحد ينتفع به. أحيانا المنتفع به واحد وباقي الورثة مش منتفعين، أحيانا ميراث في شكل أشياء ثمينة بعد مرور الوقت واللي ما عندها حتى قيمة، بيت مغلق ولا فيلا مغلقة 20 سنة في المقاضاة في المحاكم، واحد ما يسكن هذاك البيت والبيت هذاك القيمة تاعو تهبط ويبدا الحالة تاعو تولي تدهور من غير المعقول يعني، والدولة مصالح تاعها تتفرج. لذلك قلنا في أكثر من المناسبة أنه لازم تعيين موثق نكلفوه بأنه هو اللي يقوم بالقسمة بين الورثة، هو اللي يدير الفريضة، هو اللي يحصل على عقود الملكية، هو اللي يدير مشروع القسمة ويمر عبر القضاء. يعني يوفر هذه الامور يمر عبر القضاء، ولكن على الاقل حظر الموثق ما نخليوش النزاع مستمر هكذا دون اي تسويه، على الاقل تسويه وديه لكل هذه المشاكل. معنا اتصال؟ ما كانش اتصال الى حد الان. ينتهي وقت البرنامج. شكرا على كل الاتصالات، شكرا ايضا لكل من حاول ولم يتصل لظرف أو لآخر. نلتقي إن شاء الله في الموعد القادم من حصة رأي القانون. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في موعد آخر إن شاء الله.